من بين المواجهات الأكثر متابعة والأكثر ندية في القارة السمراء الترجي ومازيمبي وقمة متجددة. الترجي حامل اللقب أمام جماهيره الغفيرة نزل اللقاء بعزيمة وإصرار كبيرين على التقدم مبكرا، ومنذ الدقائق الأولى شهدت المباراة تدخلا عنيفا من كريستيان كوفي على اللاعب الليبي حمد الهوني، ورغم الخطورة الكبيرة على سلامته اكتفى الحكم بالبطاقة الصفراء. بعدها كاد طه ياسين الخنيسي يخادع قبوهو حارس مرمى مازيمبي، غير أن الأخير أنقذ الموقف. إصابة الهوني فرضت على معين الشعباني تغييره بإقحام أنيس البدري الذي حرك الخط الأمامي، لكن النتيجة ظلت كما بدأت دون أهداف إلى غاية نهاية الشوط الأول. بداية الفترة الثانية كانت ترجية بامتياز، واقترب فرانكوم من افتتاح النتيجة، لكن رأسيته افتقدت الدقة. بعدها بقليل وبذات الصورة وزع يوسف البليلي كرة نحو المرمى الكونغولي، ورغم ارتقاء الخنيسي مرت الكرة في طريقها نحو الشباك ليسجل شيخ الأندية التونسية الهدف الوحيد. الترجي لم يتراجع وزاد من أدائه الهجومي عبر البديل هيثم الجويني. بعدها طرد الحكم لاعب مازيمبي كاباسو شونغو، رغم ذلك كاد مازيمبي يعادل النتيجة، لكن محاولة الضيوف لم تصب مرمى بن شريفية. الترجي كاد يضاعف النتيجة عبر جويني، غير أن قبوه كان في المكان المناسب. فصل أول أنهاه الترجي بهدف وحيد، نتيجة ليست مطمئنة بشكل كبير لفريق الدم والذهب نظرا لخطورة مازيمبي على أرضه وأمام جماهيره. في المباراة هذه كان أول حاجة أول أوبجيكتيف أنا ما نقبلوش، تعرف أنه كي تقبل هدف تصعاب المهمة نوعا ما، واللي نقدروا نسجلوه معناها باش نلقاو معناها دي زوكازيون باش نحطوها في الشبكة. مالوريزمون اليوم يمكن جاتنا أكثر من فرصة باش نسجلوا الهدف الثاني ونقضوا المباراة ونقعدوا معناها بأريحية أكبر. على العموم يظهر لي نشكر اللاعبين لأنه قدموا مباراة كبيرة، هذا دور نصف نهائي ماهوش سهل، نصف نهائي تلعب ضد مازيمبي ماكش تلقى معناها فرص كبيرة. كيف كيف نحن إن شاء الله باش نمشي ونكونوا حاضرين غادي. بالطبيعة تعرف وقت اللي ما تقبلش في بلادك تنجم تسجل في بلاد المنافس عندها قيمة كبيرة، باش حضروا إن شاء الله للمباراة هذه كيما يلزم.